كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر ليس ذلك بقادر.